مساء الخير. سوحنا لهذا الأسبوع قدموا من الولايات المتحدة الأمريكية الأخ هاغو بوبسيبيان وعائلته والأستاذ أوهان وعائلته. صار لهم 4-5 أيام تقريبا. كم يوم صار لهم؟ 5 أيام. 5 أيام في أرمينيا وباقي لهم 3-4 أيام. أريد أشوف رأي الأخ هاغو عن أرمينيا وعن الأماكن اللي زارها، وهل سيكرر زيارته إلى أرمينيا أم لا؟ أشكر الأخ هايك أبو أرارات تور على الضيافة الكريمة. وأرمينيا كلش حلوة، ودنا وزرنا مكانات وقام بالواجب إنه وبقصر ويانا، وإحنا نشكره من أعماق قلوبنا إلى الضيافة الكريمة اللي سوى لنا. رحنا جرموك، ودانا سيفان ليتش ليك، وسيفان الكباب، والكباب كلش طيب كان. اللي صار لك اسبوع يومية تاكل كباب. كم مرة كنت كباب خلال فترة تواجدك في أرمينيا؟ ثلاث مرات أربع مرات كباب طيب كلش. واليوم أحلى شيء كان اليوم على النهر، أكلنا رقي مع الخبز مع الجبن، هذا أطيب شيء. طبعا للمعلومات، البارحة واحدة ماكل 4 شياشة كباب، كل شيش كباب طوله نص متر. والله طيب كان الكباب. وأرمينيا وأرمينيا بلد جميل وكلش حلوة، المناظر تخبل، وخاصة المناطق الجميلة. والصدق واحد يراد يزورها، هاي أول زيارة دا أجي هنا بأرمينيا، بس بتسهيل الله راح أكرر الزيارات. كرر إن شاء الله إن شاء الله. ونشكر الأخ هايك مرة ثانية، ونشجع كل الزوار اللي يجون أمريكا يتصلوا بالأخ هايك على الضيافة الكريمة. وأنا بدوري أشكر الأخ هاغو بوبسيبيان لأنه اختارنا من بين مجموعة من العروض اللي انعرضت لهم. شكرا جزيلا. نحن الآن على ضفاف نهر أرفا. هذا النهر اللي تشوفوا أمامنا، المياه المساقطة من شلالات جيرموك. كل سواحنا اللي زاروا أرمينيا اصطحبناهم إلى جيرموك، وهذا هو النهر. إن شاء الله ألتقيكم في تقارير أخرى، وإلى اللقاء. Thank you.